فما على المستوى الاقتصادي فما زوز مشاريع كبرى معناها يهتم بهم شخصيا سيادة رئيس الجمهورية. المشروع الأول هو منصة الإنتاج في سيدي بوزيد، والمشروع الثاني هو المدينة الصحية مدينة الأغالبة في القيروان. هذوما زوز مشاريع كبرى يهتم بهم شخصيا سيادة رئيس الجمهورية. بالنسبة للمشروع الأول هو مشروع منصة الإنتاج في سيدي بوزيد، هناك اتفاق نهائي وواضح ولا غبار عليه بين تونس وقطر على أن تكون قطر من المساهمين في تنفيذ هذا المشروع. المشروع هذا هو كلفته تقريبا 100 مليون دينار تونسي. 100 مليون دينار تونسي قطريين إن شاء الله الصندوق القطري للتنمية بالتحديد. تم التأكيد على أنه باش يساهم في تمويل هذا المشروع في زوز صيغ. الصيغة الأولى صيغة هيبة 5 مليون دولار، والصيغة الثانية هي مساهمة في رأس مال الشركة، لأنه هذا باش يكون فما تأسيس شركة خفية الاسم هي اللي باش تدير المشروع هذا. المساهمة في رأس مال الشركة باش يكون إن شاء الله ب 10 مليون دولار. يعني هذا يعني شيفخي دي دوني شيفخي اللي الصحفيين والإعلام والمواطن التونسي يحب يعرف المشاريع هذوما. دونك مشروع منصة الإنتاج بالوسط في سيدي بوزيد اللي هو في الحقيقة هو مشروع ضخم لأنه يمتد على 70 هكتار، والهدف نتاعه أن يكون هناك منصة إنتاج متكاملة. نقول كي نقول إنتاج فما زاد التعليب وفما أيضا الـ 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 يعني الخزن وكل شيء. يعني هل المشروع هذا بصراحة باش يكون نقلة نوعية في منطقة الوسط، وطبعا امتداداته وتأثيراته باش تكون على كامل المنطقة مش في سيدي بوزيد بركة، لأنه هذا باش يهم تقريبا 15000 فلاح موجود في منطقة الوسط. فأعتقد أنه هذا المشروع مهم جدا وتقدمنا فيه تقدم كبير جدا، وإن شاء الله يرى النور على قريبا. قلت لك يعني هذوما الأرقام اللي نجم نأكدهم لك، 5 مليون دولار كهيبة و10 مليون دولار كمساهمة في رأس مال الشركة. هذا المشروع الأولاني. المشروع الثاني هو مشروع المدينة الصحية الأغالبة في القيروان. المشروع هذا زاد مشروع ضخم جدا وفيه يعني متكامل، يعني باش يكون فيه مؤسسات طبية، فيه كلية طب، فيه يعني يعني مناطق سكنية يعني متكاملة بالمدارس نتاعها بالمنتزه. يعني هذا مشروع ضخم. تم عرض المشروع منذ مدة على الأخوة القطريين. الزيارة هذه الأخيرة لسيادة رئيس الجمهورية كانت مناسبة لإعادة النظر وتعميق النقاش في الموضوع هذا. وصندوق قطر للتنمية كما قلت لك هو زاد مهتم جدا بهذا المشروع، باش تكون هناك إن شاء الله قريبا زيارة إلى تونس من طرف أعضاء وخبراء من الصندوق هذا باش يزوروا تونس بإذن الله لمزيد التحديث على الجوانب التقنية التفصيلية والمالية والقانونية بخصوص احداث هذا المشروع. ما نجمش نعطيك عليه تو ارقام شفريه كما لانه مازال في طور النقاش وفي بلوره المشروع، ولكن اؤكد لك انه فما اهتمام قطري كبير بهذا المشروع. والاهتمام القطري هذايا ليس فقط بزوز مشاريع هذوما، انا حكيت لك على زوز مشاريع هذوما لانه بصراحه يعتبروا مشاريع يعني هذوما نجم نقولوا بشكل رسمي قطر اعلنت عن دعمها لهذه المشاريع بشكل رسمي وموافقتها على دعم هذه المشاريع 101%. اوكي، ولكن اللي نحب ناكد عليه انه في الجلسه الموسعه، انا ديما نحكي في المجال الاقتصادي راه ما تقلناش المجالات اخرى، في الجلسه الموسعه اللي جمعت وفدي البلدين في الزياره ذي برئاسه سياده رئيس الجمهوريه وسمو امير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، امير قطر اكد بصفه جليه وواضحه وبصريح العباره وبلا انه قطر مستعده للاستثمار اكثر واكثر في تونس.